في حياتي اصلا عزيز عليا اي حاجه بيو ياك، فلا غادي نهضروا على الحليب ولا غادي نهضروا على اي حاجه. يعني انا كنفضل مثلا في عائلتي مثلا ملي كنبغيو نجيبوا البيض ولا الحليب ولا الخضره ولا اي حاجه الفيرما، الحمد لله تنجيب كلشي بيان سور، كنتقداو شي حوايج برا برا. ومي انا كيعجبني اي حاجه بيو، الشعب من حقه اي حاجه ضراته انه يدافع على راسه، انه يوصل الفكره ديالو، وخصوصا انها سلميه. لان الشعب المغربي الحمد لله شعب جدا مثقف، عارف اش كيدير. انا مع الشعب انه يدافع على حقوقه، انه شي حاجه لا ضراته، انا براسي شي حاجه ضرتني غنقول ضراتني، غير كيبقى في الوسيله اللي كيوصلوها. اللي انا اللي عجبتني انها كانت فريمون، عرفنا ان الشعب المغربي شعب مثقف، شعب سلمي، شعب راقي، الحمد لله اللي افتخروا بنا كذلك. يعني في الوطن العربي كامل كيهضروا على كيفاش الاسلوب الحضاري اللي يهضروا به. فبرافو برافو الشعب المغربي والله، زعما على ثقافته، على السلم اللي عايشينه.